لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم او الدرس ديال اليوم هو الدرس الثالث في الدوره التكوينيه ديال التفصيل والخياطه اللي بديت معاكم. كيف كتشوفوا عندي المانكان، فعندنا اليوم الدرس ديال اخذ القياسات او اخذ القياسات بدقه وبطريقه سهله ان شاء الله اللي تمكنكم باش انكم طبقوا الباترون بطريقه ناجحه. المهم البنات، اول مرحله كيف قلت لكم كنحتاجوا للدفتر وكنحتاجوا القلم وكنكتبوا القياسات اللي غادي ناخذوا. عاد كنبداو ناخذوا القياسات. غادي نبدا معكم على بركه الله. كيف شفتوا هنا، اول قياس غناخذ هو القياس ديال الكتفين. دائما البنات قبل ما كتاخذي القياس كتحدي فين كاينه العظمه ديال الكتف، يعني كتحطي صبعك بحال هكا باش تتحسي العظمه فين كاينه، عاد كتحطي السنتيم. كنحطوا السنتيم بحال هكا، كندوزو السنتيم على العنق، ولكن ملاحظه البنات ما كنهزوش السنتيم بحال هكا لان هكا غلط وغادي يجيكم الكتاف القياس ديال الكتف غير مضبوط. فكندوزو السنتيم غير بحال هكا الى العظمه ديال الجهه اليسرى. كيف شفتوا، فانا عندي القياس 41، كتسجلي 41. هاد القياس البنات كنقسموه على 2 بحال هكا، 41 كنقسموه على 2 كيعطيني 20.5، فكنزيد عليها سنتيم هي 21.5. واحد الملاحظه البنات بغيت نشير لكم ليها، وهي الاجسام كتختلف. سبحان الله، يعني كاين اللي الكتاف ديالها عراض، كاين اللي الكتاف ديالها يعني طايحين، كاين اللي ضعيفه. الجسم اللي صعيب شويه انك تاخذي ليه القياس ديال الكتف فهو اللي كيكونوا كتافها طايحين. دائما ردوا معاهم البال. الا بغيتي تاخذي القياس فحاولي انك تبعدي بحال هكا، يعني شويه رجعي اللور وشوفي السيده وهي قدامك، يعني فين الدوره ديال ايدها او ديال الكم فين جايه. والا ما يعني توفقتيش فمن الاحسن انك تقولي لها هزي ايدك وتحسي بحال هكا، يعني الدوره ديال الكتف ديري بحال هكا، يعني كيف انا درت ايدي وشوفي الدوره فين نازله. فهكا فغادي تحدي المكان ديال الكتف. من بعد البنات ما كنحدوا القياس او العظمه ديال الكتف كنحطوا كيف قلت لكم السنتيم، عندنا 41. ما كتحيديش يدك على الكتف، ما كتحيديهاش، وكتقولي للسيده دوري عندي بحال هكا، وانت حاطه يعني يدك او صبعك على الكتف وكتدوري السنتيم باش تاخذي القياس ديالكم. فهكا كتاخذي القياس ديالكم يعني بدقه. كيف شفتوا، سنتيم على العظمه ديال الكتف. عندي انا هنايا 63، هذا هو الطول ديالكم. من بعد ما خديت الطول ديالكم فغادي ناخذ القياس ديال الذراع على هذا الشكل، يعني على هذا الشكل بحال هكا. فانا عندي هنا 28 سنتيم. من طبيعه الحال البنات ما كنحطوش هذا القياس، ولكن كنضيفوا عليه القياس ديال التوسيع والقياس ديال الخياطه. عندنا في الطول ديالكم كيبقى كما هو، وكنزيدوا 4 سنتيم، 4 سنتيم ديال التكفيفه. عندنا دوره الذراع كنقسموها على 2، 28 شحال عطاتنا، عطاتنا 14، وكنزيدوا 6 سنتيم، 6 سنتيم 4 سنتيم ديال التوسيع و 2 سنتيم ديال الخياطه.
عاد كناخدو القياس ديال دورة المعصم. غنوريكم في ايدي هذا احسن يعني باش يكون واضح ليكم. كناخدو القياس ديال دورة المعصم على هذا الشكل كيف شفتو. دائما صبعك يكون تحت من سنتيم، انا عندي 18 سنتيم. هذه بالنسبه لدورة المعصم، يعني ما يمكنش غتحطوا هذا القياس ملي غنقسموه على 2، 18 سنتيم ملي غنقسموها على 2 عطاتنا 9 سنتيم، ما غاديش نحطوها 9 سنتيم، لا غنضيفوا ليها القياس ديال التوسيع والقياس ديال الخياطه، يعني غنضيفوا ليها 4 سنتيم. اما من الاحسن البنات بالنسبه للجلابه، هذا القياس كناخذوه بالنسبه للعصري او بالنسبه لكم اللي كيكونوا فيه صيفات. اما الا بغينا ناخذوا القياس ديال الجلابه ولا قفطان ولا بيجامه ولا، فمن الاحسن انكم تاخذوا القياس ديال اليد من هنا. علاش؟ باش يسهل على ان السيده تدخل ايدها كيف شفتوا وتخرج ايدها. يعني غناخذ القياس من هنا غنشوف شحال عندي، 23 سنتيم كيف شفتوا. فهاد القياس غنقسمو على 2، شحال عطاني؟ عطاني 11 سنتيم ونصف. غادي نزيد ليه 3 سنتيم، جوج سنتيم ديال التوسيع وسنتيم ديال الخياطه، 3 سنتيم هي 15 سنتيم ونصف. من بعد البنات غادي ندور نقول للسيده يعني دور عندي باش ناخذ القياس ديال الارتفاعات. اول ارتفاع غناخذو هو ارتفاع التركيز كيف شفتو. وهاد الارتفاع التركيز كيجوني عليه اسئله بزاف من البنات. انا دائما كناخذ القياس وكيجيني التركيز كبير، انا كيجيني التركيز صغير، كيفاش ناخذ القياس ديال التركيز ويجيني مضبوط؟ غادي نقول لكم البنات انا الطريقه هو التركيز. راه كاينين بزاف ديال الطرق، يعني كل واحد الطريقه اللي كيخدم بها. انا الطريقه اللي كنخدم بها صراحه هي هذه، كنحط سنتيم، انتم البنات السنتيم كنحطو على الكتف مباشره، يعني ما يكونش السنتيم هارب اللور وما يكونش السنتيم نزل تحت، يعني السنتيم كنحطو في الكتف مباشره بحال هكا. يعني تقدري تجيبي مسطره ولا تحدي بها الكتف وتحطي السنتيم ديالك، من بعد كتجيبيه مستقيم على حلمة الصدر، على حلمة الصدر. غادي تقولوا لي كيفاش نعرف ان واش عندها مثلا 26، واش عندها 27، واش عندها 28. انا غادي نقول لكم واحد الطريقه اللي زوينه صراحه وغادي تساعدكم وغادي تخليكم ان التركيز دائما يجيكم مضبوط 100%. غادي تجيبي واحد الكتاب بحال هكا ولا الدفتر يعني اللي كتقيدي فيه، وغادي ديريه للسيده بحال هكا تحت يدها مباشره، وغتقولي لها يعني زيري عليه بحال هكا يزقى. فهذا غادي يحدد لك دوره التركيز او الطول الى التركيز فين غيجيك مباشره. فهي كتبقى هكا يعني مزيره على الكتاب باش يبقى زاقي، وانت كتاخدي القياس ديالك. نحاول انني نوريكم، ولكن المان كان ماشي بحال الكليان. يعني المهم البنات كتحطي السنتيم بحال هكا وكتجيبي الى مباشره مع الكتاب، يعني بحال هكا. فهذا هو القياس ديال التركيز كيف شفتو. كنتمنى الطريقه تكون وصلتكم. المهم بحال هكا، يعني قلنا كتحطي السنتيم وكتجيبيه مباشرة مع الكتاب. يعني المانكان شحال عندها في التركيز؟ عندها 28 سنتيم.
كيف شفتوا البنات بعد ما حددت الحزام ديال السيده على المنكال؟ غادي ناخذ القياس ديال الطول الى الحزام. علاش قلت لكم دائما حدوا المنتصف؟ فهذا كيساعدكم انكم تحدوا طول الى الحزام بدقه. لهذا كتلاحظوا انهم في شي احيانا كتشوفوا شي موديلات يعني كيجيكم او شي وحده هكا لابسه شي كسوه، ولا الا رديتوا البال الخياطه او السيده اللي خيطات لها ما توفقتش في القطعه ديال الحزام، يا اما كتكون طالعه بزاف يا اما كتكون نازله بزاف، وهذا كيجي ديفو في الخياطه. لهذا دائما حدوا الحزام، حدوا المنتصف باش تاخذوا القياس ديال طول ديال الحزام بدقه. عندك هنا عندي 44 كيف شفتوا. هاد القياس البنات ما كنقسموهش، كيبقى هو هو دائما. الاطوال ما كنقسموهمش، كيبقى هو هو بحال التركيز. التركيز ديك 28 اللي لقينا في التركيز راه ما كنزيدو عليها ما كننقصو منها، هكا كنحطوها في الباترون. ان شاء الله فاش غادي ندوزو لتطبيق القياسات على الباترون فهادشي كله غادي نشرحو لكم. بالنسبه للطول الى الحزام فهو كذلك، يعني ما كننقصوش منه، ولكن كنزيدوه جوج سنتيم ديال الخياطه. هاد 40 سنتيم، هاد 44 سنتيم اللي لقينا كنزيدو عليها جوج سنتيم هي 46. من بعد البنات كناخذ طول، كناخذ ارتفاع الارداف بهذا الشكل. نحاول انني ندور شويه المانكان باش يبان لكم. كناخذ طول ديال الارداف بهذا الشكل، يعني من الحزام الى اعلى نقطه في الحوض بحال هكا. اعلى نقطه في الحوض شحال عندها؟ عندها 20 سنتيم كيف شفتوا. ومن الاحسن البنات الى بغيتوا يعني تاخذوا القياس بدقه اكثر، يعني تجلس السيده على الكرسي وتجلس مستقيمه ورجليها يكونوا مستقيمين في الارض والظهر ديالها مستقيم، وكتعبري ليها من الحزام الى الكرسي بحال هكا، وهي جالسه من الجنب كتعبري ليها من الحزام الى الكرسي، فهذا كيحدد لك ارتفاع الحوض. بالنسبه للطول، الطول الكلي دائما كناخذوه من واحد الطريقه البنات سهله. كتقلبي السنتيم، يعني واحد كديريها لتحت باش كتحكمي كتشوفي شحال عندها ديال الطول بلا ما انك تبقاي نازله. واحد الملاحظه البنات، ضروري الكليانه تكون واقفه يعني مستقيمه، ما تكونش منحنيه للامام ولا يعني هزه راسها يعني بزاف، يعني تكون مستقيمه هكا باش تاخدي باش يكونوا القياسات مضبوطين بحال هكا. او كتحطي صبعك في الكتف وكتشوفي شحال عندها في الطول. عندها كيف شفتوا مترو و37، مترو و37. هاد القياس البنات ديال الطول الكلي كيبقى كما هو، وكنزيدو عليه القياس ديال التكفيفه او الكفافه. القياس ديال التكفيفه كيختلف من يعني من موديل لموديل، يعني التكفيفه ديال البلدي راه ماشي هي ديال الرومي، هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في الدروس الماجيه. المهم غادي ندوزو دابا، سالينا الارتفاعات، غادي ندوز باقي لينا ارتفاع واحد اللي هو ارتفاع الظهر. ضروري البنات انكم تاخذوه، يعني كنحطوا السنتيم في الكتف مباشره على هذا الشكل او بهالطريقه وانا نازله. كيف لاحظتوا البنات القياس ديال القياس اللي لقيت في الطول الى الحزام من الامام ماشي هو القياس اللي لقيت في الظهر.
بعد ما دورت المانكان البنات باش ناخذ القياس ديال طول الظهر، غادي نحط سنتيم على الكتف مباشره بنفس الطريقه اللي اخذت القياس ديال طول ديال الحزام. الى علاش كنقول قلت لكم يعني حدوا المنتصف باش يسهل عليكم. كيف شفتوا عندنا في طول الى الظهر 42 سنتيم. الى لاحظتوا البنات انه في الطول الى الحزام في الامام لقينا 44، وفي الطول ديال الظهر لقينا 42، يعني ناقص بجوج سنتيم. لهذا من الاحسن انكم تاخذوا القياس ديالو، وخاصه في هكا في الكسيوات عصريين في الفساتين، فمن الاحسن انكم تاخذوا القياس ديال الطول الى الظهر. غادي ندوزوا البنات باش ناخذوا القياس ديال المحيط او ديال الادوار، يعني دورة الصدر، دورة الحزام، ودورة الحوض. اول حاجة غادي ندور السنتيم بهذا الشكل على الصدر بهذه الطريقة، ولكن واحد الملاحظة البنات إلا لاحظتوا فالسنتيم عندي هنا هابط من الظهر، يعني خاص السنتيم يكون متوازي مع الصدر من الخلف. إلا بغيتي القياس يجيك مضبوط يعني حاولي أنك تدوري السنتيم ويكون متوازي السنتيم من اللور يعني من الخلف إلى الأمام، باش هكا باش يجيك القياس مضبوط كيف شفتوا على هاد الشكل بهذه الطريقة. ودائما دائما صباعك يكونوا تحت سنتيم، انتم البنات، والسنتيم يعني في منتصف الصدر عندنا 112 كيف شفتوا 112 دورة الصدر. عندنا هذا القياس ديال دورة الصدر فكنقسموه على 4، 112 تقسيم 4، وكنشوفوا شحال كتعطينا. عطاتني 28، 28 سنتيم، فكنزيد عليها 4 كنزيد عليها 4 سنتيم هي 32. كناخذوا القياس ديال دورة الحزام بنفس الطريقة، دائما صبعك يكون تحت السنتيم. شحال عندها 94. هاد القياس البنات حتى هو كنقسموه على 4 وكنزيدوا ليه 4 سنتيم ديال التوسيع والخياطة. من بعد كناخذوا القياس ديال دورة الأرداف بنفس الطريقة، غير واحد الملاحظة البنات، لاحظي السنتيم منين كيمر يعني من الخلف، لأن إلا جيتي تاخديه من هنا من الأمام فما غاديش تشوفي السنتيم من الخلف واش طالع واش نازل واش يعني في البلاصة اللي خاصو يكون فيها ولا لا. فمن الأحسن دائما جي يعني في الجانب ديال الكليانة وانتي كتشوفي السنتيم من الخلف وكتشوفي السنتيم من الأمام. بنفس الطريقة عندها في محيط الحوض 119. هاد القياس البنات حتى هو كنقسموه على 4 وكنزيدوا ليه 4 سنتيم، دائما هاد 4 سنتيم ديال التوسيع والخياطة. علاش؟ باش ما يجيناش الفستان ما يجيهاش ضيق ويكون يعني يجيها ضيق وما تقدرش انها تلبسه.
هذيك الا في على حسب يعني بعض الفساتين اللي كيكونوا هكا سواري ولا فيهم السنسله ولا هذيك حاجه اخرى. اما يعني فساتين هكا يعني اللي كيكونوا حجابات او بيجامات ولا دائما كنقسموا القياس على 4 وكنزيدوا ليه 4 سنتيم. بالنسبه للقياسات البنات الاساسيه فهما هادو، عاد كاينين واحد جوج قياسات اللي هما دوره الرقبه كناخدوها بهذه الطريقه، كندورو سنتيم على الرقبه حتى لان المانكان كتزلق ماشي بحال حتى النقطه الاكثر بروزا يعني في العنق اللي هي هنا شحال 55. بالنسبه وعندنا قياس اخر هو قياس ما بين الحلمتين، وهذا كنحتاجوه في ليبانس، كنحطو السنتيم على النقطه الاكثر بروزا يعني في الحلمه بحال هكا الى النقطه الاكثر بروزا على هذا الشكل او بهذه الطريقه، يعني شحال عندها 20 سنتيم في القياس ما بين حلمتين الصدر. المهم البنات كان هذا هو الدرس ديال اليوم، وكانوا هذو هما القياسات اللي كنحتاجو في التفصيل. كنتمنى الطريقه جاتكم سهله وبسيطه، لا عندكم شي سؤال او استفسار او ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير، وما تنساوش من طبيعة الحال الى عجبكم الفيديو انكم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة باش يبقى يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، مع اصدقائكم، مع البنات اللي كتعرفوا هكا باش يستافدوا يعني بنات كتر. كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، ونتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي درس جديد، والسلام عليكم وفي امان الله وحفظه.